نستعرض الأول مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ من القاهرة تحديداً. النهاردة هنبدأ من منطقة الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. الكثافات دي بتستمر متقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولاً للقلعة عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش كمان اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولاً إلى المعادي وحلوان. كل دي طرق فيها سيولة مرورية. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد في شوية كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. لو رحنا الجيزة في سيولة مرورية كمان في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، نفس السيولة كمان موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان وعند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة. بس ظهرت شوية كثافات متوسطة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وبيشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية متقطعة. انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم، وظهرت بعض الكثافات المتحركة للقادم من مناطق الفردوس وصولا لمول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. هنروح محافظة الإسماعيلية، هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطرق بالنسبة للمتجه للإسماعيلية ففيها سيولة مرورية، خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي للقادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في بعض الكثافات المرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 34، وأقل درجة حرارة في كاترين 30، وأسوان العظمى فيها تكون 42. هنتابع مع حضراتكم طبعا الطقس بكل تفاصيله بس بعد شوية.